دخل فريق مولود وهران مقابلته ضد فريق اتحاد الحراش بكل عزم وقوة وإرادة في تحقيق نتيجة إيجابية رغم قوة الفريق الخصم. محاولة عديدة وضغط متواصل على دفاع الاتحاد الذي حاول إبعاد الكرة مع تنظيم هجمات عكسية. مولود وهران وبمساعدة الجمهور استطاعت أن تسيطر على معظم مجريات الشوط الأول إلى حين الدقيقة 38 موعد الهدف الأول من إمضاء اللاعب داغول. هدف زاد في الإثارة والتنافس وتضييع فرص إلى حين نهايته. الشوط الثاني فريق الاتحاد كان أقوى في معظمه وكاد أن يعدل النتيجة من خلال عدة محاولات هجومية، لكن الحظ لم يبتسم. مولود وهران هي الأخرى ضيعت فرصا من ذهب خلال هذه المرحلة التي لم تسجل فيها أي هدف، والمقابلة انتهت لصالح مولود وهران بهدف 0. إذن نقاط